أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول أرجو إعادة شرح حديث وإن يكن الشهم في شيء ففي ثلاث المرأة والدابة والدار. هذا تكلم عليه الإمام ابن القيم في زاد المعاني وبين أن معناه أن الله جل وعلا يخلق بعض المخلوقات الشريرة فإذا علم من هذه الدابة أو هذه البقعة أو هذه المرأة أنها شريرة جرب عليها ذلك فالمسلم يتجنبها. قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هذا من تجنب الأسباب الضارة وليس هو من التطير. هذا إذا علم تكرر من هذه الأشياء الثلاثة تكرر منها الضرر وعرف عنها الضرر فأنت تتجنبه.